وكان هذا جامع الدولة الرسمي للخلافة العباسية، تجتمع به الأمراء والخلفاء والرؤساء والملوك، وتقام بشعار الدينية، وتنشر به عهود والقضاة، وتقام بحلقات الدرس العلوم الدينية، وتقام به المناظرات العقائدية. وطبعا هذا الجامع تعرض إلى هدم في زمان المغول، وتصلح في زمان هولاكا، وفي سنة 1271 تعرض إلى هدم، وفي سنة 1779 تعرض إلى هدم كذلك، وعمر بأمر من الوالي العثماني سليمان الكبير، وفي سنة 1917 بعدين بقي إلى زمن يتأخر إلى سنة 62 عمر على الطراز العباسي القديم. فهو بناء ماله بدأ ب 62 إلى 66 كمل. طبعا حتى هاي الساحة تشوفها مال ساحة سوق الغزة، هاي كلها تابعة للجامع، هاي البنايات كلها تابعة للجامع.